بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا لسه مع اللوبينج. كنا أخدنا المرة اللي فاتت الوايل، المرة دي هناخد جملة قريبة جدا اسمها دو وايل. اسمها دو وايل، الفرق هتلاحظ دو وتحت الوايل، يعني بالآخر الشرط تم تأخيره لبعد التنفيذ. الشرط تم تأخيره لبعد التنفيذ، نفس الفكرة كود بس تخش على الأوامر. الأول كان كود وتخش على الشرط، هنا لا، خش على الأوامر وبعد كده أشوف الشرط. لو جاب ترو أرجع أكرر الأوامر، لو جاب ترو أرجع أكرر الأوامر، ما جابش ترو أطلع بره الإيه، بره التكرار بتاعي. على عكس الوايل التاني كنا بنخش الاول على الشرط، ولو جاب ترو اكرر الاوامر، لو جاب فولس بطلع بره الايه، بطلع بره تكرار الاوامر. تعال ناخد مثال على طول، فاجي من فايل كده وكوتلين فايل جديد، وابدا المثال بتاعي، وهجيب المين فانكشن. عملت فاريبل سميته اكس مثلا، تعال نبدا اكس مثلا بواحد، وقلت له دو، مش هقول وايل، هكتب وايل تحت، فاقول له دو. وبعدين ده الجسم بتاعي ما بين الاقواس، وبعدين قلت له ايه، وايل ان الاكس اصغر من 11، هي اكس اصغر من اس 10. قلت له تعمل لي ايه، اول امر هتعمله انك هبرنت الاكس قيمتها كام، وبعدين تزود قيمه الاكس، فمثلا هتبقى 2، فيشوف الاثنين اصغر من 11، يطلع يلف تاني يطبع الاكس ب2 ويزود ايه، 1، تبقى ب3، يرجع على 3 اصغر من 11، يطلع فوق تاني ويطبع الايه، التلاتة، ويزود واحد تبقى باربعة، ها ها ها، طبع العشرة، زود واحد بقى 11، ال11 اصغر من 11، لا خلاص يبقى طبع لغاية العشرة. تمام، زي ما احنا شايفين كده. دي كانت الايه، الحتة الاساسية بتاعت الوايل. طب ايه الفرق الجوهري فعليا كده نشوفه بعينينا اللي ما بين الوايل والدو وايل؟ تعال نخلي الاكس ب 100، الاكس ب 100 دي خارج اصلا الايه؟ خارج الشرط، بس تعال شوف في الدو هيحصل ايه؟ هيطبع ال 100، هيطبع ال 100 لانه طبع ال 100 خلاص، وبعد كده زود واحد بقت 101، وبعد كده سأل هل ال 101 اصغر من 11؟ قال له لا، قال له خلاص ما تكملش، بس طبع ال 100 وبقى في الميموري ب 101. خد بالكم، دي هي دي العلامه الفاصله دلوقتي اللي هتحصل ما بين الدو وايل وما بين الدو، ان الدو بتشتغل مره واحده على الاقل. خلاص بتشتغل مره واحده على ايه؟ على الاقل. فلو رجعنا كده في الامثله اللي موجوده، نرجع لمثال يكون بتاع وايل واجرب نفس الفكره. تعالى لو بدانا ب 100 هيحصل ايه؟ لا مش المثال دوت، ناخد مثال اللي هو الاول اللي كان ماشي عادي من 1 لـ10 زي المثال ده، وهدي له هنا بقى الاكس بتساوي كام؟ الاكس بتساوي 100. هنا وايل هل ال 100 اصغر منها او تساوي ال10؟ المفترض يقول لك لا، ال 100 مش اصغر منها او تساوي ال10، فالمفترض اللوب ذات نفسها ما تشتغلش، الوايل كلها ما تشتغلش، لان الشرط اتكسر. زي ما احنا شايفين كده فعليا النتيجه طلعت بالنسبه لي ايه؟ طلعت بالنسبه لي فاضي، لان الفرق ان التانية بتنفذ مرة واحدة على الاقل، اما الوايل لا، بتتحقق الاول قبل ما تبدأ تضيف او ايه، او تشيل او اي حاجة. لازم كده كده لازم الاول تتحقق من الايه، من الشرط كده قلنا. وطبعا بقى الزيادة والاستيب والكلام ده كله عادي عادي جدا، زي الوايل مفيش فيها اي مشكلة. لكن ده كان الفرق اللي احنا عايزين نوضحه ما بين الوايل والدو وايل. وزود الاكس بقى بلس 2 بالماينس، مفيش عندك مشكلة من كل الكلام دوت بالنسبة للدو وايل، وبالنسبة طبعا للوايل. دي كانت الدو وايل والفرق ما بينها وما بين الوايل.